كرة ثابتة لفريق الفتح في هذه المباراة المثيرة. لكن نتابع الكرة الآن مع إلتون جوزي في هذه الكرة الثابتة اللي يلعب الكرة وتعدي كرة رصيد جو مرمى. الله! هدف 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 في دقائق أولى. خطيرين خطيرين في الدقائق الأولى. سواها مع الاتحاد والآن مرة ثانية الفريق القوي في الدقائق الأولى. أول ربع ساعة خطرين النموذجي. خطرين الفتح. شوف الجول الخامس في أول ربع ساعة دوريس سلمو، وبهذا الهدف يصبح هداف لقاءات الشباب والفتح. هداف لقاءات الشباب والفتح ويكسر تعادله مع ناصر الشمراني. كل واحد سجل أربع أهداف في مواجهاتهم الـ11. هذا خامس هدف لدوريس سلمو في مرمى شباب. ومنك ما سلمو يا سلمو، منك ما سلمو. يبدو أن النموذجي يعود إلى أجواء 2013 التي جلب بها الدوري الممتاز السعودي.